هذه الإشعال حضاري ومنارة للفكر والإبداع. إنه لمن دواعي السرور والسعادة أن نلتقي اليوم في أحضان مدينة الحقب الأربع في نيقية مورية رومانية وإسلامية، مدينة جمعت أسماء كبيرة في عالم الفن والثقافة والإبداع. نذكر على سبيل المثال للحصر صاحب الخبز الحافي الأديب محمد شكري، الشاعر المغربي محمد صفار، المسرحي الرائد عبد الصمد كنفاوي، المبدع الذي أبدع وعاش ومات في ربوعها ودفن في ترابها، إنه جون جولي، وكذا الأديب الإسباني الشهير خوان غوتيسول. وضمان العدالة المجالية في تقريب الخدمات الثقافية من المواطنين بجميع الجهات، عملت وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الثقافة على المساهمة في إحداث مجموعة من المشاريع الثقافية المهيكلة بمختلف الأقاليم التابعة لجهة طنجة تطوان الحسيمة، نذكر منها المركز الثقافي بكسوس باب البحر الذي نتواجد فيه اليوم في هذا الحدث التاريخي، ويأتي في إطار اتفاقية شراكة تم توقيعها بتاريخ 11 يونيو 2019 بين وزارة الثقافة وعمالة إقليم العرائش والمجلس الإقليمي للعرائش ووكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية كصاحب المشروع. يعد المركز الثقافي لكسوس رافعة ثقافية حقيقية ذات مواصفات عالية الجودة، يتكون كما لاحظتم جميعا من قاعة للعروض، رواق للفنون، مكتبة عمومية، قاعة الورشات الموسيقية، مسرح داخلي، إضافة لمسرح في الهواء الطلق بالجهة الخلفية. ويتطلع المركز لاحتضان العديد من الأنشطة الثقافية والفنية إضافة